تتوارث العائلات الميلية عادات الشرق الجزائري خاصة في المناسبات الدينية التي تكتسي طبوعا مميزة، فعاشوراء موعد ديني يرتبط باقتناء ما يعرف بالقشقشة. عرفت صلاح هنا والقشقشة هذه تكون كيما يكون ما تكونش القشقشة هذه ما يكونش كيما تقول ما تكونش عاشوراء. نهار عاشوراء نديروا تسريدة تاع الطاجين بالدجاج ونديروا القشقشة. الأكثرية تلقاها تكون من التمر والكاوكاو واللوز والحلوى، هذه يعني الناس بسطاء هذه قشقشة صحن. ونديروا قريطصات في الاخر في السيلوفان ونقسموا بهم الاولاد، لا بغا كاس كاس، المهم مش شرط يكون كما يقولها كميه كبيره. رغبه الاولياء بادخال الفرحه على اولادهم كثيرا ما تصطدم بغلاء سعر القشقشه والمبالغه في تشكيلها من طرف التجار. ماشي الناس كل تقدر تشري القشقشه، لان القدره الشرائيه راهي عاد تضعيفها بزاف، الشيء غالي. شي غالي بزاف والسلاك تاع الناس شويه ماشي لاحق على الناس. باش كيما بكري كيما تط بصح لا شي ما عندوش السواد راه يسلف ويشري قشقشة. عاشوراء كغيرها من المناسبات الدينية فرصة للزكاة والتصدق وصلة الرحم. مازالوا متمسكين بها بزاف بزاف. كاين عائلات يتلموا، يكون مزوج في جهه ساكن فيها ماشي مع باباه، يتلموا العائله باه تكون جو اسري، وعلى جال هذه القشقشه ماشي على جال الماكله برك، على جال الجو العائلي اللي يتلم به بالمناسبه عاشوراء. الهدف حنا ماذا بينا اللمه تاع العائله، هذه هي لان رانا افتقدناها. اللمة تاع العائله راهي راحت، عادت غير المناسبات هذه اللي تلم العائله. القشقشه رغم غلائها تبقى علامه مسجله في عاشوراء بولايه ميلا كرمزيه لتقاسم الافراح وصله الرحم واعطاء هذه المناسبه الدينيه طابعا اجتماعيا خاصا.